ورجعنا نتواصل معاكم في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج صباح الخير يا كويت، ومساحتنا الحوارية الأولى. اليوم 9/11 وهو اليوم العالمي للاحتضان، وهذه فرصة نشارك باحتفالها مع أبنائنا وبناتنا المحتضنين إيمانا بأهمية احتضان الأطفال الأيتام والعمل على حفظ حقوقهم وترسيخ مكانتهم الاجتماعية في المجتمع. نعم هاشم، واليوم فرصة أن نتكلم عن أهمية هذا اليوم وأهمية إدارة الحضانة، واللي تقدمها مع ضيفنا الدكتور خالد العجمي مدير إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية. فهذا اليوم يؤكد على الوجه الإنساني لدولة الكويت اللي تقدم دور رعاية عديدة وخصصت منها لأشخاص ذوي الإعاقة. نرحب بضيفنا دكتور خالد، حياك الله، صباح الخير. يا هلا والله، وأنا جدا سعيد بتواجدي معكم اليوم في هذه الإطلالة الصباحية اللي إن شاء الله راح تكون مميزة وراح تكون إضافة للسادة المشاهدين خلف الشاشات بإذن الله. مكانك وحياك الله بين أهلك دكتور خالد. دكتور، كم عدد، خلنا نقول كم عددها بالكويت؟ شنو الخدمات والبرامج اللي تقدمها الحضانة لدعم الأطفال الأيتام وتعزيز حقوقهم؟ ممتاز. للأمانة يعني إدارة الحضانة العالية تعتبر هي الوجه الإنساني لدولة الكويت، واللي تقدمه من خلال وزارة الشؤون هو يعتبر مفخرة إنسانية بالدرجة الأولى. إدارة الحضانة تعنى بالدرجة الأولى بالأطفال من مجهول الوالدين، وعددهم الآن المحتضنين داخل الأسر يتجاوز الرقم 656 طفل محتضن داخل الأسر الكويتية تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون اللي هي من خلال إدارة الحضانة العائلية، والحمد لله يعني أمورهم مستتبة وتحت إشرافنا ومتابعتنا، وإلى الآن فضل الله عز وجل نعتبر يعني قطعنا شوط كبير في تنشئتهم وتربيتهم من خلال تعاوننا مع الأسرة الحاضنة. نعم، عساكم على القوة. دكتور خالد، نتساءل شو ممكن للمجتمع أن يشارك في هذا اليوم، أي عائلة كويتية شو ممكن تشارك ويعني تدعم جهود الحضانة في رعاية الأطفال الأيتام؟ شوفي للأمانة المجتمع الكويتي هو مجتمع إنساني، مجتمع محب للخير، وهذا ما هو سر. يعني الآن لو يتقدم أحد، لو تتقدمين أو يتقدم الأخ إلى طلب احتضان طفل، على ما يوصلك الدور 3 سنوات. 3 سنوات، لأن قائمة الانتظار عندنا طويلة ما شاء الله، والكل محب أنه يكون محتضن طفل يتيم داخل منزله، والحمد لله شروطنا سهلة وواضحة ومن خلال قانون الحضانة رقم 8 لسنة 2015، وجميع الأسر الكويتية التي تتقدم فضل الله عز وجل تتوافر فيها كل الشروط اللي وضعناها، والحمد لله. يعني والدليل وجود 656، هذا رقم ما هو سهل. يعتبر يعني عشان تكون بالصورة، ترى حاليا في دار الأطفال اللي كامل الأوراق الثبوتية أو ما عليه أي مشاكل قانونية كلهم موجودين داخل الأسر الكويتية، وحنا فضل الله عز وجل من خلال عملنا كفريق مختص، فريق شبابي في هذه الإدارة، جعلنا دار الأطفال من مقر إيواء إلى ممر آمن، حتى يكون هؤلاء الأطفال من يجي من التحويلات المستشفيات أو من غيره يتم مباشرة احتضانه إلى الأسرة الحاضنة. يعني اللي يوصل الدور قبلها بيوم مبلغة ترى في طفل راح يوصل، فيكون مستعد يعني لأنه واصل الدور مجهز نفسه. وحنا أيضا يهمنا بالدرجة الأولى أن هذا الطفل ينمو داخل أسرة طبيعية، لأن في النهاية حجر الزاوية بالنسبة لنا كإدارة هو هذا الطفل أن ينمو بطريقة صحيحة وسليمة، وتكون تنشئته أيضا نفسية مساعدة له إذا كبر بإذن الله تعالى. جميل دكتور، يعني رعاية الأيتام خلنا نقول من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية، وإحنا في دولة الكويت رياديين على هذا المستوى. شنو الحالات اللي تستقبلونها، خلنا نقول لطلبات الاحتضان؟ هل هناك في حالات معينة، يعني على سبيل المثال أنا جيت أبي أحتضن طفل، هل هناك في حالات معينة اللي أقدر أحتضن من خلالها، ولا على سبيل المثال أي شخص يكون مثلا في دور الرعاية أو غيره من هذه الأمور يقدر الواحد يحتضنه؟ لا شوف طول العمر، يعني هو القانون نظم العملية. يعني بالنسبة لنا احنا ما عندنا مشكلة مع أي أسرة كويتية تبي تتقدم للاحتضان، لكن احنا بالنسبة لنا الأولوية دائما إلى الأسرة الكويتية التي لم ترزق بأطفال بأبناء. اي نعم، فهذا اللي يكون لهم الأولوية، وهذا ما يمنع أيضا الأسر اللي عندهم أطفال أنهم يتقدمون، وعندنا قائمة طويلة في الأسر اللي تقدمت ب يعني أسر عندهم أطفال وتقدموا، يعني ما عندنا أي مشكلة فيهم. شروطنا سهلة نفس ما قلت. الأهم بالنسبة لنا صراحة، وهذا نفس دائما ما احنا نردده داخل إدارة الحضانة العالية، احنا نبحث عن الأسرة الممتازة المثالية، لأن الطفل هذا الذي لا حول له ولا قوة نسعى جاهدين أن يكون عند أسرة مميزة. تخاف الحمد لله. نعم للأمانة، حنا دائما نحاول أن نوصل هذا الطفل إلى الأسرة
يعني الصحيحة والسليمة والممتازة، والحمد لله قطعنا شوط كبير، والدليل فضل الله عز وجل إن احنا وصلنا لهذا الرقم. قائمة الانتظار هي أكبر مفخرة بالنسبة لإدارة الحضانة العالية، لأن يعني أتوقع في الكويت يعني الكل يعني يتكلم عن إدارة الحضانة وعن الدور الكبير اللي تقدمه لأطفال يعني وجدوا في وضع غير طبيعي، استطعنا فضل الله عز وجل أن نعيد تأهيلهم من جديد من خلال أسر حاضنة. وهنا لابد أن نسجل شكري وتقديري إلى جميع الأسر الحاضنة والمجتمع الكويتي، مجتمع محب للخير فعال، وما قدرنا إحنا نخطو هذه الخطوات الرائعة ومميزة إلا بوجود أسر كويتية قاعد تدعمنا في هذا الموضوع. في النهاية إحنا جهتين، إن كنا حكومية لكن وجود المجتمع الكويتي ساهم بشكل كبير في الله عز وجل. تبارك الله دكتور، فعاليتكم وأثبتت وش كثر أنتوا مهتمين بهذه القضية وبهذا الجانب الإنساني. فيعطيكم العافية وعليكم العافية. الله يطول عمرك. يعطيكم العافية أكيد دكتور خالد. سمعنا أن في مؤتمر للأيتام بحضور وزير الشؤون أكيد، ويؤكد هذا على دعم الكويت للأيتام. بنشوف إحنا الحين لقطات على الشاشة، فودنا تعليق منك بخصوص هذا المؤتمر. بإذن الله تعالى. شوفي بالأمانة يعني وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح أولى اهتمام بالفئات الخاصة اهتمام كبير يعني، وبالذات الأيتام. فكل جهود إدارة الحضانة العالية تأتي بدعم مباشر وكبير من معالي الوزير، لأن احنا نؤمن أن هذا يعتبر للأمانة تراث كويتي بالطراز يعني الأول بالنسبة لنا، المحافظة على الأيتام، دعم الأيتام، لأن الله عز وجل لما حفظ الكويت حفظها بما تقدمه في العمل الخير والعمل الإنساني. وما دور الكويت خارجيا الآن وسابقا وسيبقى هو يعني امتداد لدور الكويت. نعم، هذه لقطات من المؤتمر. إيه نعم. يعني وجود احنا يعني عندنا عدة مؤتمرات قامت فيها وزارة الشؤون، اليوم العربي لليتيم، اليوم الاحتضان العالمي، وهو اليوم يعني بالنسبة لنا يعني نعتبر من الأيام المهمة نسلط من خلالها الأضواء من خلال وجود اليوم معاكم. وأيضا راح يكون في تصريح المعالي الوزير بالدور الكبير التي تقدمه وزارة الحضانة العالية من خلال وزارة الشؤون. كذلك قدمنا اليوم فضل الله عز وجل خدمات متنوعة لجميع الأسر داخل الأطفال داخل أسرهم، قدمنا لهم خدمات متنوعة من طبية ترفيهية تعليمية، يعني عندهم خصومات تقدم لهم بشكل خاص. والحمد لله هذه تعتبر لأول مرة تحدث في وزارة الشؤون أن نولي هذا الاهتمام الأكبر فيما يخص تقديم الخدمات المتنوعة، لأن في النهاية إحنا يهمنا الطفل هذا يكون تتوفر الخدمات بشكل كبير وواضح. نعم، ويعيش بسلام. ويعيش بسلام. نعم. وللأمانة يعني الدكتور وضح لنا إنزين المعايير اللي على أساسها يتم اختيار العائلة للطفل المحتضن أو غيره، فالموضوع مو بهذه الصورة السهلة بقدر ما هم يركزون على حياة ومنشأ خلونا نقول سليم وجميل ويكون راقي لهذا الطفل المحتضن. دكتور في عدة مشاريع أطلقتها وزارة الشؤون وتحديدا إدارة الحضانة، منها مشروع الأم البديلة، شلون شفتوا النتيجة وهل هذا المشروع حقق الأهداف اللي كنتوا تترجونها منه؟ للأمانة مشروع الأم البديلة يعتبر مشروع رائد على مستوى الوطن العربي، وهذا المشروع دائما يفاخر فيه وين ما نكون وين ما نتواجد حنا صراحة. وجميع دول الخليج أخذت هذه الفكرة وكذلك الدول العربية. مفهوم الأم البديلة هو وجود لسد فراغ كبير داخل المؤسسة، داخل المؤسسات اللوائية. يعني عندنا بعض الأطفال ما يتم احتضانه لأسباب قانونية، أنا قلت لكم في البداية إن على طول إحنا الطفل لما يوصل يتم احتضانه، لكن بعض الأطفال تكون عنده مشاكل قضائية أو مشاكل قانونية، فبالتالي يجلس عدة أيام عدة أشهر لما يتم اجتياز هذه الأمور، لأن أنا في النهاية ما أقدر أسلم عند أسر حاضنة هو عنده مشاكل قانونية معينة. صحيح. لما يكون موجود داخل المؤسسة ويشوف دوام العاملين يتغير كل ثمان ساعات ما يشوف القدوة المناسبة اللي يتبعها، أو الشخص اللي يأخذ منه السلوكيات، أو الشخص اللي يكون بالنسبة له قدوة صالحة. فخلقنا هذا المشروع وانطلقنا فيه من خلال دعم جبار من الهيئة العامة لشؤون القصر ومن الأمانة العامة للأوقاف اللي دعمونا بمبالغ الحمد لله كبير، وهنا أيضا أسجل لهم التقدير والاحترام والشكر فيما قدموه لنا. وجدنا الآن عندنا 9 أمهات بديلات، كل أم بديلة عندها بيت صغير داخل مؤسسة دار الأطفال. هذا البيت يكون مخصص لـ3 أطفال أو 4 أطفال مع هذه الأم، تقوم برعايتهم كما ترعى الأسر الطبيعية داخل المجتمع الكويتي. نعم. يعني هي يعني دراستهم، تروح معهم المدرسة، تقوم على واجباتهم، إشراف مع المدرسين، أسرة طبيعية. إحنا نسميها الأم البديلية، الأم البديلة، لكن في حقيقة الواقع هي الأم الحقيقية اللي قاعد. حقيقية. نعم. لكن هو كمصطلح مشروع يطلق بهذه الطريقة، لكن للأمانة يعني أكثر مستفيدين
بهذا المشروع هو الأطفال أنفسهم، تغيرت نفسياتهم، تعدلت سلوكياتهم، أنجزوا في تحصيلهم الدراسي. فأثبت هذا المشروع أنه مشروع جبار. وقلت لكم يعني فضل الله عز وجل كل الدول تحاول أن تأخذ نسخ من آلية هذا المشروع وآلية تطبيقه، وشنو السلبيات شنو الإيجابيات حتى تطوره أكثر. والحمد لله فضل الله عز وجل تبقى الكويت هي رائدة جدا في هذا المجال. أكيد دكتور، هذا عن الأم البديلة، مشروع الأم البديلة. خلينا نتكلم أيضا عن مشروع ثاني، ألا وهو الأسرة الصديقة. نتعرف على أهميتها وهل صار في عليه إقبال؟ هذا مشروع أنا أسميه مشروع يعني العصر، هو يحاكي الإنسان الفرد داخل المجتمع الكويتي. يعني أنا مثلا أحد الأشخاص، أنتم تبون تحتضنون لكن خايفين من فكرة الاحتضان، لأن في البعض يتولد عنده أنا شلون أخذ الطفل أربيه لسنوات، يعني مو عارف. فنقول له تعال، عندنا بعض الأطفال على ما تخلص أمور القانونية، ليش ما تأخذه يعني مبدئيا يوم يومين نهاية الأسبوع، يكون بينكم ألفة ويكون بينكم يعني معرفة، حتى أنت أو حتى أنت يكون عندك الاستعداد التام لمعرفة شنو القادم في هذا المشروع. الحمد لله أغلب من أخذ طفل عن طريق أسر صديقة بعدين تم احتضان هذا الطفل، لأن تصير بينهم ألفة. يعني لو تشوفون يوم الخميس أو يوم اللي هو يوم الإجازات، لما هو ينتظر الأسرة الصديقة حتى تجي تأخذه، وهو حريص أن يروح معها، والأسرة يعني حيل عندها شعور أنها بتأخذ هذا الطفل، شيء صراحة يخلق أجواء بالنسبة لنا. يمكن هذه الأمور ما تشاهدونها على أرض الواقع أنتوا، لكن حنا نلمسها ونتلمسها في نفوس هؤلاء الأطفال وفي الأسرة الصديقة، ويبعث عندنا يعني العزيمة والإصرار أن حنا نمشي في هذه المشاريع اللي تكلمنا عنها. نعم، أنا سمعت أيضا أن هذا المشروع هو الوحيد بالخليج. أي نعم. لأن أعتقد أن حنا بفضل الله عز وجل وبتوجيهات من معالي الوزير والقيادين في الوزارة، أن حنا يجب أن نحاكي دولة الكويت إنسانية فيما تقدمه، وأعتقد حنا قطعنا شوط كبير في هذا المجال. نعم، جميل جدا. دكتور خالد، شنو التحديات؟ الحين بنتكلم بصراحة. أي نعم. إنزين، أنت تبارك الله مدير الإدارة، لكن يعني قاعد تبذل أنت مع الفريق اللي معاك كل الجهود اللي تقدرون عليها، لكن أكيد هناك في تحديات، هناك فيك يعني مثل ما يقولون في مصاعب أنتوا تواجهونها في إدارة الحضانة، في دعم هؤلاء الأطفال الأيتام. شنو هي هذه التحديات اللي ودكم تتغلبون عليها؟ والله شوف، هذا سؤال مهم جدا ومحوري، وأنا أستطيع أن أجيب عليه بإجابة واحدة. يمكن أكبر تحدي بالنسبة لي أنا شخصيا كمدير إدارة لهذه الإدارة الحساسة، هو أن أخلق صف ثاني يستطيع أن يكمل المسيرة ولا يتوقف على شخص أو أشخاص معينين، لأن المنظومة هي الأهم بالنسبة لنا. فبالتالي أنا كنت أبحث ولا زلت أبحث عن ناس عندهم شغف في العمل مع هؤلاء الأطفال بطريقة احترافية وبطريقة فيها عمل إداري منظم، نستطيع في النهاية أن نخلق أجواء مهيئة لهذا الطفل. لأن أرد وأقول الطفل بالنسبة لنا هو حجر الزاوية، وأكبر تحدي لي هو أن نخلق يعني صف ثاني، والحمد لله قطعنا شوط كبير في هذا المجال، لا يتوقف على أي شخص بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله. دكتور، إحنا وصلنا معك إلى ختام هذا اللقاء، نبي كلمة أخيرة حاب تقولها للمشاهدين. أول شيء أوجه شكري وتقديري لجميع الأسر الحاضنة، للأمانة الدور اللي قاعدين يقدمونه هو دور كبير. كذلك يعني اسمحوا لي أن أوجه رسالة خاصة وخاصة وخاصة إلى العاملين في إدارة الحضانة العالية. أنا اليوم معاكم على الهواء موجود، وهم الآن يشتغلون على مدار الساعة، يتحملون الكثير والكثير من المتاعب والأعباء النفسية والإدارية في مساعدة هؤلاء الأطفال. فأوجه لهم الشكر باسمي وباسم المجتمع اللي قاعد يشوفه. ترى هذا العمل ما هو عمل فردي، هو عمل جماعي، عمل يحدوه الأمل بأن تكون الكويت دائما من خلال هذه الإدارة هي إدارة إنسانية. بإذن الله تعالى راح نشوف قادم الأيام بوجود هؤلاء الكوكبة الموجودين داخل إدارة الحضانة العالية بأن احنا قدمنا الشيء الكثير والكبير لأجل الكويت. جميل جدا، الله يوفقكم. العافية، قواكم الله ويعطيكم العافية دكتور خالد العجمي على هذه الجهود اللي انتوا قاعدين تقدمونها للأمانة للمجتمع وللأطفال. وهذه البذرة الإنسانية ما تحصل إلا بالكويت عندنا، وكلها قليلة حوالين العالم. فيعطيكم العافية وقواكم الله. الله يسلمك، وأنا ممتن وسعيد جدا لهذه الفرصة اللي جمعتني معكم. الله يحفظك دكتور، عساكم على القوة. كل الشكر للدكتور خالد العجمي مدير إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون الاجتماعية. هاشم، عندنا فقرة ريوك. أنت مترقة ولا مترقة؟ أنا تريقت شوي. إحنا المشكلة البرنامج كله هلثي ورجيم على مدار السنة كلها. راح نتوقف وياكم مع فقرة ريوك اليوم، واللي راح تقدمها الشيف جمانة جعفر. نشوفها مع بعض ونرجع لكم.